الشريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا وسهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع محمد زينب. تحية طيبة إلى العناوين. اليوم في فريق عم بحس أنه الشراكة الحقيقية مش عم تتطبق. مواكب سيارة للعونيين ومجلس الوزراء ينعقد غدا وفق جدول أعمال وسط رفض لمحاولات التعطيل. المؤسسة الوحيدة اللي بعدها حاملة هموم اللبنانيين هي مؤسسة مجلس الوزراء. الكتائب والاشتراكي في السراي الكبير دعما للرئيس سلام ولحكومته. فشل كتائب الأسد وحزب الله في تحقيق تقدم في الزبدان والثوار، يستعيدون المبادرة في حي الجمعيات. في طياط جلسة مجلس الوزراء غدا جدول أعمال وتأكيد على منع التعطيل وتسيير شؤون البلد. هذه الروحية أكدت عليها مصادر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وهي غلفت لقاءاته في السراي الكبير لافتة إلى أهمية العمل انطلاقا من صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، ومع الرفض الكامل لكل أشكال التهور ومحاولات شل المؤسسات الدستورية. وفي الساعات الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء أيضا أكدت مصادر وزارية لتلفزيون المستقبل أن التوافق كان تاما مع الرئيس سلام حول الحفاظ على الشراكة الوطنية في العمل الحكومي وعدم استباق المواعيد القانونية في التعيينات وعلى منهجية عمل مجلس الوزراء، معتبرة أن التوافق داخل المجلس لا يعني التعطيل. وإذا كان التيار العوني قد استبق جلسة الحكومة بمسيرات سيارة في منطقة سن الفيل وبعبدة وجونية تحت عنوان حقوق المسيحيين، وباجتماع بين وزرائه ووزراء حزب الله في وزارة الخارجية، فإن السراي الكبير شهد سلسلة لقاءات وزارية داعمة للرئيس سلام، أبرزها لوفد كتائبي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، وآخر لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط مع وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي. إذن نائب وليد جنبلاط والنائب سامي الجبيل أعلنا بعد لقائهما الرئيس سلام ألا مبرر لتعطيل مجلس الوزراء. من هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل ربيع شنطف. ربيع يعطيك العافية، تفضل. نعم محمد، بالحقيقة كما أشرتم فهناك دعم كبير من قبل النائب وليد جنبلاط والنائب سامي الجميل اللذين وصلا خلال هذا النهار والتقيا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام على رأس وفدين من الوزراء التابعين للحزب التقدم الاشتراكي ولحزب الكتائب. طبعا هناك دعم غير مباشر ربما يمكننا القول من الرئيس نبيه بري عبرت عنه مصادر الوزيرين وزيري حركة أمل بأنهما يعني لا يعنيهما ما يقوم به التيار الوطني الحر. جلسة الغد هي مستمرة في موعدها، هناك تأكيد من رئيس مجلس الوزراء على تمسك بصلاحياته كاملة من دون أي نقصان، هناك رفض من قبل الرئيس سلام لأي محاولات تعطيل، وطبعا هناك تعاطي من قبل الحكومة مع أي تحركات في الشارع وفقا للأطر الديمقراطية والسلمية، وفي حال خرجت الأمور عن طبيعتها فهناك نعم. يعني حديث آخر. على كل منذ بعض الوقت كان النائب وليد جنبلاط كما ذكرنا على رأس وفد من وزراء الحزب التقدم الاشتراكي نعم. والآن نستمع إلى أبرز ما قاله النائب وليد جنبلاط. أدار دولة الرئيس تمام بيك سلام البلاد بكل حكمة وبكل دقة في المدة الأخيرة السنة وأربعة أشهر، واليوم الاستحقاقات أكبر وأخطر، وابتعدنا سابقا عن الملفات الساخنة السياسية، لكن اليوم الملفات أكبر وأخطر. وأذكر بأنه طوال الحرب اللبنانية المشؤومة كان لبنان يحترق وكانت البلاد العربية من حولنا مستقرة. اليوم لبنان مستقر وغالبية البلاد العربية من حولنا تحترق، فإذا النار قد تكون النار على الأبواب. لذلك لا أرى
مدخلا أو لا أرى مبررا للتعطيل جلسات مجلس الوزراء بحكمة وإدارة تمام بك سلام. هناك ملفات لابد من إنجازها كي نؤخر ونتفادى الحريق الآتي ونخدم المواطن. هذا هو كلامي اليوم، هذه رسالتي. وكان الرئيس سلام أكد وفق زواره أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية. رئيس مجلس الوزراء تمام سلام متمسك بممارسة صلاحياته كاملة ومصر على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وحريص على التوافق من دون تعطيل لشؤون الناس الحياتية. هذه هي الأجواء في السراي الكبير الذي زاره رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، يرافقه وزراء الكتائب سجعان قزي ورمزي جريج وألان حكيم. الجميل أكد للرئيس سلام دعمه للحكومة والاستمرارها بالحفاظ على ما تبقى من مظاهر الدولة في لبنان، مستغربا كيف يطرح موضوع تعيين قائد الجيش قبل أوانه بأشهر، ويتخذ هذا الموضوع مطية للتحرك في الشارع. بغياب مجلس النيابة وبغياب رئيس الجمهورية، المؤسسة الوحيدة يلي بعدها حاملة هموم اللبنانيين هي مؤسسة مجلس الوزراء. وانطلاءا من هون نحن بنتمنى وأبدينا له لدولة الرئيس بوجهة نظرنا بهذا الموضوع، نتمنى أنه ما يصير في تعطيل لعمل مجلس الوزراء. إذا في اختلاف على بند بنحط هالبند جانبا وبنستمر ببقية بنود جدول أعمال. أما بما يتعلق بالتعيينات، يعني أنا حقيقة مستغرب كل هالضجة وكل هالحكي اللي عم نسمعه عن اعتراضات وعن تظاهرات وتحركات، بالأخص بهذا الظرف وببداية موسم الصيفية عم نجي نبشر الناس بتحركات يمكن من بوقتها ولا بمحلها. وردا على سؤال عن مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، جدد الجميل موقفه بأن المجلس هيئة ناخبة ولا يمكن أن يكون لديه أي دور تشريعي. إذن مواكب سيارة لأنصار النائب ميشيل عون عشية جلسة مجلس الوزراء. يلبيل أطمانا أعلننا نتحمل مسؤولية، بدنا نكسر له إيده. هكذا عبر مناصرو التيار الوطني الحر عن مطالبهم خلال تحركهم الاحتجاجي السيار بعد اعلان العماد ميشيل عون عن بدء ازمه لا نهايه لها. السهام العونيه وجهت الى رئيس الحكومه تمام سلام متهمه اياه بانه يسلب حقوق المسيحيين على حد وصفهم. وصلت لحد يعني الخبريه، والجنرال عون مطالبه لازم تتحقق. بدنا رئيس جمهوريه، بدنا قائد جيش يكون يحكم باجرم، بدنا حقوقنا نحن. شو هي الحقوق؟ حقوقنا بكل شيء، المسيحية ما عندنا حقوق. مازال اليوم ما في شراكة وطنية حقيقية، نحن مصيرتنا ما بتتوقف. وزير التربية الياس بوصعب ومن أمام مركز الطيار في ميرنا الشالوحي في سن الفيل شدد على سلمية التحرك واستمراره. اليوم في فريق عم بحس أنه الشراكة الحقيقية مش عم تتطبق. هو صرخة أنه بدنا نتحاور، بدنا نقبل بعضنا ونقبل أنه نحن شركاء حقيقيين. هذا هدفنا، نحن لا بدنا نتعدى على صلاحية حدا ولا بدنا ناخذ من قدام حدا صلاحية، إنما بدنا كل الأفرقاء يقتنعوا أنه نحن كمان شركاء وعنا صلاحية وعنا رأي وعنا وجهة نظر، بدنا ناخذ ونعطي فيها. معلومات ذكرت أن التيار الوطني الحر سيساعد تدريجيا عبر قطع طرق ووضع سواتر ترابية وتنفيذ تحركات تصعيدية قد تصل إلى حد العصيان المدني. أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن يوم الخميس سيكون يوما مصيريا، إذ ستحدد جلسة الحكومة أي مفترق سيسلكه التيار الوطني الحر. وعقب اللقاء التنسيقي في قصر بوستروس الذي جمع عددا من وزراء التيار مع وزيري حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ووزير المردة روني عريجي، أشار باسيل إلى أن التيار وحزب الله يشكلان نصف البلد، ولا حكومة ولا قرارات حكومية من دوننا. من جانبه أكد الوزير عريجي مشاركته في جلسة الخميس الحكومية وعدم مشاركة المردة العونيين في تحركهم. بعد الفاصل تتابعون. أحمد الحريري، هناك من يعيش زمن الهروب من المؤسسات إلى الشارع.
اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن هناك من يعيش زمن الهروب من المؤسسات إلى الشارع بحثا عن مصالح شخصية. لبى الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري دعوة عبد الرحمن الديسوقي إلى إفطار رمضاني تكريمي في جب جنين في حضور حشد من النواب ورجال الدين وفعاليات. وأكد في كلمة له أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي منع من زيارة جب جنين في حياته أثناء زمن الوصاية لم يمنع من ذلك بعد استشهاده، وكان رفيق كل بقاعي حر. الحريري قال: من خسر رهانه على بشار الأسد فليلحق به أو ليبحث عن دكتاتور آخر يرتمي في حضنه. عم نعيش اليوم زمن هروب البعض من معركة الأرمون لمعركة الزبداني بحثاً عن انتصارات وهمية ما بقى تغير شيء بحقيقة صوت نظام الأسد. كمان عم نعيش زمن هروب البعض من المؤسسات للشارع بحثاً عن مصالح شخصية باللعب على الغرائز المذهبية وتحريض اللبنانيين على بعضهم. الحريري استغرب كيف يشبه تيار المستقبل بداعش الذي يريد رأسنا قبل رؤوس الآخرين كما قال، لأن الفرق كبير جدا بين التطرف والاعتدال. وكان الإفطار قد استهل بترحيب من صاحب الدعوة عبد الرحمن الديسوقي الذي أكد السير على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري برفقة الأمين على مشروعه الوطني الاستقلالي الرئيس سعد الحريري. وبعد الإفطار توجه أحمد الحريري ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس إلى منزل الديسوقي في جب جنين، ثم انتقل إلى بلدة كفرية حيث زار المهندس حسان رحال الذي استقبله في دارته بحضور حشد من فعاليات المنطقة. نتوقف الآن مع آي من الذكر الحكيم يليه مدفع الإفطار ورفع لأذان المغرب. المسائية مستمرة وإليكم تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. مواكب سيارة للعونيين ومجلس الوزراء ينعقد غدا وفق جدول أعمال وسط رفض لمحاولات التعطيل. الكتائب الاشتراكي في السراي الكبير دعما للرئيس سلام ولحكومته. أحمد الحريري يشير إلى أن هناك من يعيش زمن الهروب من المؤسسات إلى الشارع. معارك دارية تدور في الزبداني بين فصائل المعارضة وقوات الأسد المدعومة بميليشيات حزب الله على عدة محاور أبرزها محور الجمعيات، في حين تكبد حزب الله خسائر جديدة بالأرواح من بينهم قيادي ميداني. ما زالت مدينة الزبداني منيعة على حزب الله ونظام الأسد اللذين يتكبدان الخسائر على أبوابها بالعشرات بين قتلى وجرحى، فيما يصد الثوار محاولات التقدم الحثيثة المغطاة بالقصف المدفعي والصاروخي والجوي العنيف. وفي حلب تمكنت فصائل المعارضة من تحرير حاجز القرع بالريف الجنوبي، ولكنها انسحبت منه بعد أن قتلت عددا من عناصر الأسد. كما تمكن الثوار من تدمير مبنى تتحصن داخله قوات الأسد في حي صلاح الدين، في حين ألقى طيران الأسد المروحي البراميل المتفجرة على حيي الهلك والشيخ خضر مما أدى لسقوط جرحى وقتلى. أما في درعا فألقى طيران الأسد المروحي البراميل المتفجرة على مدينة الحراك وعلى أحياء درعا المحررة، بينما قامت قوات الأسد بتفجير منازل المدنيين المحاذية لحاجز المفطرة. إلى ذلك سمعت أصوات انفجارات في ريف مدينة رأس العين الجنوبي والغربي بالحسكة، وشن طيران الأسد غارات جوية على حي النشو الغربي. ومن جهة أخرى قالت صفحات موالية للأسد أن قوات الأسد سيطرت على حي الليلية في مدينة الحسكة بعد اشتباكات مع عناصر داعش. وفي اليمن أعلنت المقاومة الشعبية في أبين سيطرتها على معسكر اللواء 15 التابع لميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، في وقت واصلت طائرات التحالف دك مواقع الإنقلابيين في مناطق عدة، وأنباء عن قرب التوصل إلى هدنة إنسانية خلال الساعات المقبلة.
سيطرت المقاومة الشعبية في أبين على معسكر اللواء 15 التابع لميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح وغنمت معدات وآليات عسكرية، بينما تتواصل الاشتباكات في كل من مأرب وتعز وعدن، حيث قصفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح عدة أحياء سكنية في هذه المدن ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. غارات التحالف استهدفت مواقع المتمردين في مناطق مختلفة من اليمن، لا سيما في جبل هيلان وصرواح بمحافظة مأرب ومنطقة دوعناج في حوث بمحافظة عمران، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية موالية لصالح والحوثيين جنوب غربي صنعاء. كذلك استهدفت غارات مكثفة عدة جسور ومواقع وتجمعات للحوثيين في صعدة ومنطقة الشعب بمديرية ساقين ومنزل القيادي الحوثي إبراهيم النجم في حيدان، وإحدى المدارس التي يستخدمها الحوثيون في تخزين مواد غذائية في مديرية حيدان. وفيما دمر طيران التحالف مخازن الأسلحة وعربات عسكرية تابعة للحوثيين في المنطقة الحدودية بين محافظتي عدن ولحج، وقعت اشتباكات بين موالين لصالح وآخرين موالين للرئيس عبد الرب منصور هادي داخل اللواء 23 ميكانيكي في منطقة العبر بمحافظة حضرموت على الحدود مع السعودية، كما شنت طائرات التحالف غارات على مقر اللواء 23. طلب السفير الأمريكي في بغداد من وزارة الدفاع العراقية تجميد نشاط ميليشيات الحشد الشعبي في معارك الأنبار إلى أقصى حد ممكن. إلى ذلك أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل 7 عناصر من تنظيم داعش بقصف جوي في ناحية صقلوية شمالي الفلوجة. واليوم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة عسكرية شمال مدينة تكريت العام الماضي بعد أيام من بدء تنظيم داعش هجومه الواسع في البلاد. بدأ الألاف مسيرة للسلام على طريق تمتد نحو 100 كيلومتر سلكها في تموز العام 95 بالاتجاه 15,000 مسلم من سربرينيتشا هربا من قوات صرب البوسنة. ورفع المشاركون في المسيرة أعلام البوسنة القديمة البيضاء ليعبروا الغابات والتلال للوصول الجمعة إلى سربرينيتشا عشية الذكرى 20 للمجزرة التي ذهب ضحيتها 8,000 قتيل على يد قوات صرب البوسنة. من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الصربي ألكساندر فوسيتش أنه سيتوجه إلى سربرينيتشا للمشاركة في إحياء الذكرى التي يعتبرها القضاء الدولي إبادة جماعية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. كتلة سليمان الوزارية تدعو إلى الاحتكام للديمقراطية. 14 من آذار تحذر من زج سرايا المقاومة في التظاهرات العونية. اجتماع للكتلة الوزارية للرئيس ميشيل سليمان هو دعوة إلى الاحتكام إلى الديمقراطية تحت قبة البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية، لا إلى لغة التعويل على التعبئة الجماهيرية. آسف الرئيس ميشيل سليمان أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تهديدات بالنزول إلى الشارع على أبواب الموسم السياحي، قائلا خلال اجتماعه بكتلته الوزارية إن هذه التهويلات تصب في الخانة السلبية وتنعكس ضررا على الاقتصاد اللبناني. وشدد سليمان على أن أي توقيع في الحكومة على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يجب أن ترافقه ضمانات لرد أي تشريع يتناقض مع الدستور ويضرب ميثاق العيش المشترك في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية. كما تساءلت الكتلة عن المعنى السياسي للإصرار على تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وما الفائدة من طرح أسماء من جهات سياسية ومحاولة فرضها بالقوة. بطلب وبتمنى بذات الوقت أنه جميع الأفرقاء يحيدوا عن الجيش، إن كان بانتقادات وإن كان بطعنات. سليمان بحث الأوضاع العامة مع وزير العمل سجعان قزي والنائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرة. من حق كل مكون في البلاد أن يعبر عن مواقفه كما يشاء، شرط أن يبقى التعبير في إطار الدستور والقوانين. إذا بده يحمي المظاهرة كم عنصر بده ينزل؟ فإذا هالأمور هاي كلها أمور عبثية لا تؤدي إلى مصلحة لبنان. الشؤون اللبنانية الإماراتية عرضها سليمان مع السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي.
إلى ذلك انتقدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار دعوة عون للتحرك الشعبي وحذرت من التلاعب بالأمن. في اجتماعها الأسبوعي أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أن جميع اللبنانيين متضامنون في وجه الإرهاب والتطرف، لكنهم غير مستعدين للتجند في معارك شخصية وعائلية تخاض زورا باسم حقوق هذه الطائفة أو تلك. حذار التلاعب بهذه النعمة من خلال جر الناس إلى تحركات شعبوية لا أفق لها إلا الذهاب إلى الفوضى واحتمالات الصدمات غير محسوبة النتائج. تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 أذار دعمها المطلق للجيش، وعلينا توفير الاستقرار لهذه المؤسسة البطلة بدلا من إرباكها بتحركات شعبية في الداخل. الأمانة العامة رأت أن تكرار تجارب التعطيل كخريف 1988 بحجة الحقوق المسلوبة كلفت لبنان حروب تحرير وإلغاء ودم ودمار، ولا يجوز اليوم العودة إلى الوراء. شباب التيار الوطني الحر، شباب الضياع وشباب بلدات بنعرفهم، وشباب سرايا المقاومة كمان بنعرفهم، وبالتالي أي انزلاق بهذا الاتجاه، أي دعم من قبل حزب الله لأي تحرك شعبي بده يقوم في تيار وطني الحر بمناطق معينة سيكون له مواجهة شعبية. طبعا المواجهة ستكون سلمية، وأول مواجهة هي مطالبة الجيش اللبناني والقوة الأمنية اللبنانية أن لا يكون هناك أي عرقلة أمام مصالح اللبنانيين. واعتبرت الأمانة أن المطلوب هو تأمين حقوق المواطنين جميعا بصرف النظر عن طوائفهم، كما نص على ذلك اتفاق الطائف. اكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي بالتشديد على ضرورة التفتيش عن مصلحة لبنان دون أي أمر آخر، من دون الدخول في تفاصيل الاتصالات الجارية من أجل تهدئة الوضع السياسي عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء. بري ومن ناحية أخرى تطرق إلى ملف النفط مؤكدا تمسك لبنان بكامل حقوقه وثروته النفطية. أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس أراعي أنه يتابع ملف الفراغ الرئاسي في اتصالات مع الدول المعنية ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والفاتيكان. الراعي وخلال استقباله وفد الرابطة المارونية الأسترالية في الديمان اعتبر أن المشكلة تكمن في ارتباط الداخل اللبناني بالصراع الدائر في المنطقة، محملا اللبنانيين مسؤولية هذا الخطأ. ولفت الراعي لأنه بإمكانهم التراجع واتخاذ المواقف إذا كان لديهم الروح الوطنية وإذا كان هناك جمهورية فوق كل اعتبار. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه تم الاتفاق مع التيار الوطني الحر على عدم المشاركة في أي جلسة مقبلة للمجلس النيابي إلا إذا كان على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. كلم جعجع جاء خلال إطلاعه وفدا اغترابيا من سيدني على الوضع السياسي في لبنان، وحثهم وباقي المغتربين على تسجيل أنفسهم في السفارة اللبنانية في أستراليا ليتمكنوا من المشاركة في اقتراع الانتخابات النيابية القادمة من مكان تواجدهم. شؤون العاصمة بيروت بحثها وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وفد من الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة فوزي زيدان الذي أثنى على جهود المشنوق في توفير الأمن والأمان لأهالي العاصمة والمقيمين فيها. أثنين على جهوده في توفير الأمن لمدينة بيروت والأمان لأهاليها، وعلى مبادرته الشجاعة بإحالة العسكريين المتهمين بتعذيب بعض السجان على القضاء الذي أصدر بدوره قرارا ظنيا اعتبر التعذيب كان عملا فرديا، وأننا نعتبر أن تسريب الأشرطة كان هدفه النيل من شخص الوزير المشنوق ومن إنجازاته في وزارة الداخلية وربما لغايات أخرى مشبوهة. أشاد وزير الدفاع سمير مقبل بالجيش وقيادته، وشدد خلال جولة تفقدية للقاعدة البحرية في مرفأ بيروت على ضرورة تسليح الجيش بالعتاد اللازم والملائم لهذه المرحلة دون إبطاء. بعدها توجه مقبل لتفقد البوابة الشامية المزمع تعديل موقعها، لافتا إلى أن أي تعديل يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش لتأمين الضرورات العملانية والأمنية، لا سيما المحافظة على الطريق التي تربط مرفأ بيروت بالقاعدة البحرية خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية القائمة.
في مجلس النواب تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة مناقشة قانون السير وكيفية تطبيقه، وأشار رئيس اللجنة النائب محمد قباني بعد الاجتماع إلى التشدد في تطبيق قانون السير في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء، لكنه لفت إلى أنه ضد التدقيق في حيازة المثلث وجهاز الإطفاء حتى تصبح الأسعار معقولة. داهم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة منتصف ليل أمس يرافقه رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم معملا لحرق الدواليب في منطقة أميون قضاء الكورة. وبعد الجولة أمر نهرة بإقفال المعمل بالشمع الأحمر لأنه لا يستوفي الشروط القانونية والبيئية، ويقوم أصحابه بحرق الدواليب لفرز الكاوتشوك عن الحديد وبيعها، مما يتسبب بتصاعد الدخان الأسود الكثيف الذي يغطي المنطقة ويحدث أضرارا جسيمة بيئية وصحية. أحال وزير الصحة وائل أبو فعور إلى النيابة العامة التمييزية المدعو توني صاد لانتحاله صفة معالج وغش المواطنين بعدما تبين بأنه يقوم بمعالجة مرضى في مركزه القائم في منطقة الدورة سنتر ماريوسوف مدعيا بأنه معلم أيزوثيريك، الأمر الذي نفته جمعية المعرفة البيضاء الأيزوثيريك مؤكدة في كتاب رفعته إلى وزارة الصحة بأن الشخص المذكور لم ينتمي يوما إليها ولا يمت لها بصلة. استمعت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إفادة مدير مكتب الجزيرة في بيروت سابقا غسان بن جدو، والذي تحدث عن انتقاله من مكتب القناة في القنطاري إلى مكتبها بوسط بيروت، وكيف تلقى اتصال يزعم تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن المتحدث كان يخاطبه بلغة عربية ركيكة. وكانت الغرفة قد انتهت من الاستماع إلى إفادة شاهد سري كان يعمل تقنيا في مكتب القناة في بيروت، وتحدث عن كيفية إحضاره الشريط وتسليمه لابن جده. دعت جمعية احتفالات بيروت اللبنانيين للمشاركة في مهرجان عيد بيروت الذي سيشهده وسط العاصمة في الأول والثاني والثالث من أيام عيد الفطر السعيد. في 17، 18، و19 من الشهر الجاري سيكون اللبنانيون على موعد مع احتفالات عيد بيروت التي ستقام في الوسط التجاري للعاصمة، ويتخللها نشاطات فنية وثقافية وألعاب رياضية وترفيهية. المهرجان الذي يمتد على مدى 3 أيام بمناسبة عيد الفطر السعيد بدأت التحضيرات الأولية لتأمين نجاحه بعد إطلاقه في مؤتمر صحفي من قبل جمعية احتفالات بيروت ومشاركة وزارة السياحة وبرعاية من سوليدير وبلدية بيروت. نحن مستعدين كبلدية بيروت وكمجلس بلدي ندعم ونرعى كل نشاط بتقوم فيه جمعية لنفرح طفل واحد على القليلة بمدينة بيروت، لأنه ضحكة ولد بتسوى الدنيا عنا. هذا اللي بيميز مدينة بيروت. مدينة بيروت هي مدينة العيش المشترك بامتياز. هيدي المنطقة حبينا نحنا نرجع نجرب نعيشها شوي ونرجع نجيب لها الفرحة من وراء الأقسام العدة الأقسام تبع الاحتفال اللي نحنا عم نعمل. حتى يصبح العيد عيدين، فإن عيد بيروت موعد لكي يجتمع كل اللبنانيين حتى يعيدوا الحياة والروح إلى وسط عاصمتهم. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. بأسواق اليوم عنا 3 أخبار أساسية. نبدأ جولتنا مع تطورات أزمة اليونان، فقد تحدث القادة الأوروبية بصراحة عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو قبل القمة المنتظر انعقادها بنهاية الأسبوع حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وهالأمر كان مستبعد جدا سابقا، فقد تم تحضير سيناريو بالتفصيل حول خروج اليونان من منطقة اليورو، وحدد الاتحاد الأوروبي مهلة للأحد للتوصل لاتفاق مع اليونان على خطة إنقاذ مقابل تدابير التقشف والإصلاحات الاقتصادية، بوقت طلبت اليونان رسميا خطة إنقاذ جديدة لمدة 3 سنوات مع وعد لتسديد ديونها.
ومننتقل لجو الهلع والبيع بسوق الأسهم الرئيسي بالصين بالرغم من جهود المنظمين والسلطات الصينية لمحاولة وقف الخسائر. شو عم بيصير بالصين؟ انخفض مؤشر شانغهاي بنسبة 8% على الافتتاح، علما أنه الأسواق الصينية انخفضت بنسبة 30% بثلاث أسابيع. بالفعل هو نهار مقلق للصين مع توقف التداول بنحو 1300 شركة تجارية بمثلوا نص أسهم الصين الرئيسية. بحب شير إلى أنه تأثر أيضا الحديد الخام جراء تراجع الأسهم الصينية، وبالتالي انخفض سعره بنسبة 10%. ومننهي من المملكة المتحدة معارض وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الموازنة العامة مع تفصيل خطة الاقتصاد والضرائب والإنفاق للسنوات المقبلة. من هالخطة بذكر الحد الأدنى اللي رح يصير 9 باونز بالساعة بحلول سنة 2020. والملفت بالخطة المالية خطوات التقشف مع قطع المليارات من الإعفاءات الضريبية ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى. كما تم تخفيض إعانة الإسكان لأغلبية المواطنين اللي بيقل عمرهم عن 21 سنة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. قبل ما نوصل على طقس لبنان ننتقل هلا على فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوع هذا الشهر اللي هو صور عن الأعراس، أما اليوم وصلتنا صورة من عياد. هلا بنروح على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 35، 33 بتونس، 28 درجة بالرباط، 43 ببغداد، 33 بدمشق، 29 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 48، الدوحة 39، أما رياض 45 درجة. هلأ بنوصل على طقس لبنان. بكرة الجو العام عم بيكون غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها لل 29 درجة، أما أدناها لل 20 درجة. الرطوبة عم تسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها لل 24 درجة، أما بالداخل عم تتراوح بين ال 16 وال 34 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 27، 28 بطرابلس، 23 بالأرز، 29 درجة بالكورة، 28 بهرمل، 27 بالقاع، 28 ببعلبك، 26 درجة برياق. بنكمل على جبال 29، 24 بميروبة، 29 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 29 درجة، طقسها غائم جزئيا. بنكمل على زحرة 34، 33 بشتورة، 32 بعنجر، 28 درجة بمشغرة، جزين كمان 28، 26 برشيا وبمرج عيون، 29 درجة ببنت جبال، والختام مع بيت الدين 26، أما المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 29 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها ل 29 درجة، أما أدناها ل 22 درجة. استقرار بدرجات الحرارة للجمعة والسبت، والحرارة عم توصل أقصاها ل 29 درجة مع طقس صافي ومشمس. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 13 و 23 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا عطول على المستقبل. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. اليوم في فريق عم بحس انه الشراكه الحقيقيه مش عم تتطبق. مواكب سياره للعونيين، ومجلس الوزراء ينعقد غدا وفق جدول اعمال وسط رفض لمحاولات التعطيل. المؤسسه الوحيده يلي بعدها حامله هموم اللبنانيين هي مؤسسه مجلس الوزراء. الكتائب والاشتراكي في السراي الكبير دعما للرئيس سلام ولحكومته. فشل كتائب الأسد وحزب الله في تحقيق تقدم في الزبداني، والثوار يستعيدون المبادرة في حي الجمعيات. أوقات رمضانية طيبة نتمناها لكم مع برامج تلفزيون المستقبل، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.
بأي حق، بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟